على ام اف ام. تيست تيست مايكروفون اوف اون. كنسلموا على كاع المغاربه في كاع لي زون اللي كيسمعوا لينا في الراديو ديال الدار ديال الطوموبيل ديال التليفون. حلقه جديده في ستو. كيفاش هرب؟ واو جاب الله بين صوت من اخويا. لا وي هي على الصويت اليوم هذاك حموده مالي فيك. واش دير؟ قول تيست 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 تيست. الله عطيه نفاخة بيه ما يقول هاد لعبة قرولي. لا 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 رجوع لنا كدير اخوي يجب ملطخ كوي كدير مزيان ملطخ بيكاسو. الله يلك بيكاسو بيكاسو. الله كدير انت مزيان شو مالك كرسم حداك. المهم احنا فرحانين بيك اخوي. الله يحبك اخوي بولو. غادي وكتلطخ غادي وكت غادي وكت كلطخ المسار ديالك. كدير انت ماكسيموم لي فاكونس ما كنقولوش ماكسيموم لا فامي اللي عندك فاس سافا. اخوتي جا نقول لكم في خير كلشي مزيان. ايوا ايوا شنو نقول لك ايجيو عندكم هاد الصيف ولا نتوما اللي ماشيين تمشي عندهم؟ ايوا انت نسوقك خويا زكريا. خويا هشام انا عارفك الرشيديه ياك. واش دير المهم لا احنا المغاربه. كيفاش مغاربه؟ احنا مغاربه احنا مغاربه الكويت زعما شنو شرفين فين الكويت صافا هلا بالخميس خير وناسه. كي داير اخو علاش وناسه بهذيك لاء مشدده في الاخر ضروري ماشي مشكل. كي داير سباشه؟ والله حتى لاباس عليها مزيان الحاله اقسم لك يمين لله. سلم لي على الدراري والله يجامو بالله فرد فرد زنقة زنقة. مريم اهلا كي دايره؟ لاباس مناطق ديالك الحمد لله بخير. سيمبا والله اي نو عرفتك غادي تقول قسم. شوف اللي قلتي هاد الحلقه حلال عليك داك الشيء شاطك شفتي بالغابه. اوكي اليوم نشدو حلقه عاوتاني فينينغ جديد مع ضيف جديد وعنده هيستوريا ديالو حتى هو بوحدو قصه ديال بصح واعره. نحاول نقربكم منه ونحاول نشوفكم بعدا واش عندكم شوية معلومات. أنا عندي وين أنت علمي كتير. أنا سيونس مات فيزيك. الله يا خي عمل الله العظيم العمل الأول فيزيك والعام الثاني سيونس. أنت عامين؟ أنا عامين. والباك باش خديتي بأداب؟ لا 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 خديته سيونس خديتي الصحة وخير خديته نقي زكريا أنت علوم؟ أنا علمي ممكنش الصوت ممكنش هاد الماركة ماشي علمي خد شوفني هكا علمي عمال قرم عايش واحد في علمي دير هكا يعني ما كنتيش علمي والله العظيم انت علوم ولاد المعارف مجبرزة ترى ايكونومي فهمتيني جيستيون ضروري خصهم فرونسي فهمتيني وسط الهضرة. مريم أداب علوم الحياة نيفو بوك نيفو قطرية نيفو هابط نيفو نيفو امين العوني علوم ولا حتى هي ما خصكش تقوليها حتى هي ما خصنيش نقول وانت ما كريتي الحمامصي انت دابا اللي كتكريتيكي فيا قولي لي انت ما كواخد الباك في الحبس ما واخداش باك ديال الخياطه ما واخداش. واخا انا نشوف معكم واحد القضيه نشوفكم واش عندكم مال حساب. دابا بالزربه 21 زيد عليها 10000 زيد عليها 5000 ياك نقص منها 5000 ونقص منها 10000 شحال بقات؟ 21 كاين قلت لك العلوم الوحيد العلوم الوحيد. شكرا شكرا الدراري. انا نشوف العلوم ديال اللغات 21 فرونسي بون 21 بوف 21 21 بلونجلي قلت فرونسي بلونجلي بلونجلي ام سوري 21 بالروسيه I don't know. بلونغلي 21 21 واخا نشوفكم واش عندكم مع علوم ستريت علوم الحياة في الزنقة. اوكي فاش كيكون شي واحد محنسر اش كتقولوا ليه نتوما في معارف؟ محنسر محنسر زعما شنو روسيا راه معارف زعما في اش كتقولوا؟ كيفاش اش كتقولوا عليه؟ اش كنقول عليه محنسر بحال في اسفيك يقولوا محنتت نتوما محنسر محنسر ما كيتحنسروش في المعارف ولكن حنا سباتا كنقولوا محنسر محنسر صافي هذا المصطلح واخا دري كيلبس زوين ستيلي اش كتقولوا عليه في معارف؟ مسمكس مسمكس عرفتي مسمكس بين طاحت انا عندي سكاي بلوك فيه صات مسمكس وحق الله العظيم انتوا عارفين ندخلوا لي لا بلا ما تدخل لي حتى شي واحد لانه يقدر يقدر الماضي ديالنا مين ماضي خايب واخا مسمكس معارف صات بوغوس بوغوس يعني كيلبس مزيان بوغوس كيلبس مزيان حنا ندير كيلبس مزيان كنقولوا لك كيلبس مزيان علاش نبقاو نرسمو مستيلي ما عندكم مستيلي الحق هما كيحاولوا هما معكازين في الهضره واحد المصطلح خارج جديد خارج فيا ما تكونفينمو
خارج في الاستاس فعلا خرجنا حتى حنايا من الكونفيرم وانت ما كتكذب علينا خرج المصطلح مصطلح خارج جديد دابا انت سير معايا بشويه بشويه انا نحاول نقربك طلعتي دري طش هاجي دري طش دري طش مطشين شنو بغيتي تعلي النبي حيت لانفيتي ديالنا لا فيزيونين هاد جوج كلمات مستيلي و21 غيكون هو لانفيتي ديالنا طلعت لي الدنيا في راسي تانا دوايا العقم مي دوماج ما كيناش في الفارماسي تويني وانت بلادي بخبارك كعنا ندورو بحالة كنا تقدر تقولي كي ديرا أسامة ما تعرفو تويني وان لا نقول ياك احنا مولين الراب كنعرف أسامة تويني وان مرحبا بك أخويا على داعش أما فاهم نهار كبير هذا جيتي شرفتي البلاطو ديالنا مرحبا اش نشدو معاك السون شوف طلق خذ راحتك تنمر كيما بغيتي طلع كيما بغيتي كيش المشكل كون هاني كونوا هاني خويا تويني وانا نبداو معاك البلان قبل الريماج فهمتي قبل من الكونفينمون غنبغيو نعرفوا اسامه قبل ما يعرفوه الناس في الراب وقبل ما انت تبدا في الراب حيت اللي معروف هو ان تويني وان طاش بدا الراب في الكونفينمون قبل الكونفينمون كيفاش كان اسامه أسامة كان واحد إنسان كقعد دراري فهمتيني شبع قرايته جات واحد الوقيتة اللي اضطر يخرج بقراية مشي مشي خدم فهمتيني مشيت خدم درت الدومين ديال لاباتيسخي بقيت غادي فيه تعلمت مزيان الحرفة وليت خدام فهمتيني بصالير مزيان جات واحد الوقيتة جان كون فين مو ريحت أنا من الخدمة فهمتيني راك عارف تعكلات القادية انا اصلا كنت ديجا كنخدم موسيقى كنت بيت ميكر فهمتيني كنصايب لي زانسترو كدا ريحت في الكونفينمون واحد لقيته ما عندي ميدار واش فهمتيني ما عندي ميدار كنت كنكومبوزي لي زانسترو واحد لانسترو كنت بانصيفطو لواحد الدري عشيري كنت بانصيفطو داك الساط عشيري وقلت لي ندير عليه فيديو فهمتيني ونقول ليه كيفاش تقدر ترابي عليه هاد لانسترو راه ناضي باش فهمتيني نقنعو باش يشريه من عندي راك عارف قوي شحال كتش بيه انا بيعوا لي ب200 درهم راك عارف روزو غدير عليه فيديو وغادي تحاول تشرح ليه مهم باش فهمتيني ياخذو من عند انت راك عارف خصك تبيع درت فيديو كدا كان توب لاين كدا لحتو ليه خونا عجبو كدا وانا نقول اجي علاش انا ما نرابيش على داك لانستر شديت وانا مدنكت عرفتي مني بديت كنكتب سطر بدا شابع سطر طط ما خطاش في والو وانت فايت كتبتي عمرني كتبش اول مره غنكتب كاتب عاد من المدرسه ما كتبوا في المدرسه كان كيعطي البنات قاسم ويكتبوا لي باين هادي باينه كتلقى ستيلو بالغوص وداكشي تلقى عندك بزاف شي كتبوا شوف اللي كتجي كتلقى اولى كبيره بالخضار وداكشي كتعرف كتجيب ليه الدري انا اصلا كان عندي دفتر واحد وكتكتب بالكحل ستيلو كحل لا ستيلو كحل ما كانش عندي داكشي مزيان اوكي غنرجعوا لليستي احنا مازال نرجعوا لليستي نشوفوا هاد القضيه دابا عمرك كتبتي طاح عليك الفيلينغ بديتي كتكتب طلعت كوبلي وانا عمرني فكرت كاع نكتب فهمتي عمرني جربت في حياتي لا في الليسي لا والو كنت كنرسم انا عزلي الرسم وايلي دابا بلاتي راه طرتينا كنتي هوايتك الرسم هوايتي الرسم من انا قسم خرجتينا مستوى الباك من الباك خرجتي من الباك مشيتي درتي الباشيسري ودرتي دونك كتقدر تصيب العيب وايلي عمرك جربتي تخلط هادشي يعني تكون كتصوب شي ولا ضروري في لاباتيسري تكون تعطيوك فهمتيني شي لعيبه تصايبه غير بحال الرسم سكار كتبغي ميكسي حتى ضروري شنو كتعرف دير؟ لي بياس مونتي انت نبيل العرف ديالك تقدر في الكاميرا كاملين تنصايبهم فهم البياس كيصعب لي كدوي على ميكانيزيان وكيفهم البياس لا حيت هذا قال لي نسولو يصاوب لي شي حلوه دو بياس دو بياس نسخة دونك هاكا بدا الراف هاكا كتب شي كوبلي اول واحد صفتها لي شكون هو قلت لي انا كنت كنلوح فيديوهات في واتساب كنت كنلوح ستوري في واتساب فهمتيني شاد تليفون كان فري ستايل يعني اللي عندك في الواتساب غادي هو اللي يدير البارطاج هذيك الساعه كنت مشهور في الدرب عندنا كلشي تيدوزني في ستوري كنت مشهور في واتساب لا بيناتنا راك عارف لي زان وراه بصح شي تيلوح ولا شي راك الا عندك مثلا 100 كونتاكت مثلا 100 كونتاكت لا 100 بزاف وراه علاش بزاف 100 واحد نمرتو عندي لا ما عندكش حتى ما عنديش مع بنادم فهمتيني بزاف انت تعرف شحال واحد عندك في التليفون دابا بزاف وديك القيشه عندك وقيتي شحال كان عندك شي دابا حتى التليفون كبير 25 بحال هكا هذوك 25 تيلوح الفيديو راه تتولي ولا كانوا عندك ثلاثه منهم عندهم لي باج راه صافي انا ما كانش بعدا كان كان عندي انستغرام كان عندي واه في ديك الوقيته سام قابل للخدمه راك عارف كان عندك فيسبوك كان عندي واه فيسبوك وحبيب ملاي كلشي عنده ولكن كنت كنلوح فيه اسامه كنتي كتسمع في هذيك الوقيته لشي رابور
كنت كنسمع روابا كاملين صراحه داكور روابا ديال المغرب كاملين قال لي كانوا اي شيء تراك متبع فهمتين وكنتي كتحس براسك راك شي شويه كتمشي شويه كنت كنفهم في الموسيقى فهمتيني عزيز عليا زلي الراب في خبارك غير ولا فكرتش انك كتكتب لا ما عمرني كنت كنسجل دراري ولا دربنا ولكن عمرني فكرت انا نولي كنرابي و نهار كتبتي بالبلتيه نهار كتبت نهار اصلا كتبت كنلوح في واتساب واحد الساطه هي اللي قالت لي دير انستغرام كذا داكور قناتني باش ندير انستغرام باللي انستغرام يقدر يشوف بزاف ديال الناس على واتساب شكون اللي شافك اول واحد في انستغرام فاش بيتي كتلوح ستوريات ديالك شكون اول واحد تاق فيك واحد الدري بيدرو اولويز المانا تيدير شي ديال الماطر وكذا كان شاف فري ستايل ديالي وبارطاجاه كان ديك الساعه زيرو ابوني لا نهار لحت فري ستايل ديالي وصلت لي 2000 ابوني دغيا واو مسكين قدو القتل على هذه ربع سوايع ومن بعد شكون اللي غادي يجي من مورا هاد من بعد صافي بداو تيجيو لي باج فهمتيني بدا بنادم تي راك عارف ويست كان شاف لي ستوري ديالك في انستغرام كان واحد النهار داير لايف ويست وطلعش معاه لايف وفري ستايليش مزيان فهمتيني كنت كنسافر كون فيلم وكنت كنطلع في لي لايف ديال الروابا كنطلعش ندير فري ستايل راك عارف تاخذ لي زابوني من داك اللايف اييه بطبيعه الحال من بعد غادي تهضر انت ويست غادي تكون بيناتكم شي شراكه شي تعاون كاينه قال لي عجبو كيفاش كنرابي الانرجي اللي عندي فهمتيني عرفني قدر نعطي في الراب فهمتيني قال لي جي استوديو مرحبا بك مشيت سجلت تي ان ولحتو داكور وجا من بعد شي عقد انت ويست كنا دايرين واحد الكونطرا بلي ولي سجل ليا الكليبات فهمتيني داكور شحال كانت فيها من شحال ديال الوقت كانت فيها 3 سنين سالات لا ما سالات سالينا داكور ساليتي انت ويست هاد البلان سالينا ولكن مازالش نخدمو ترونكيل داكور غير الكونطرا ما بقاش علاش عده اسباب تقنيه و ماديه منها الى اخره فلوس شويه شو ضروري الفلوس ضروري الفلوس الفلوس ديما كدير المشاكل لا لا ماشي مشاكل كتكون شي مشاكل يكونوا فهمتيني حسابات متطلبات اكثر الحساب كيطول انت غادي وتطلع وغادا المصاريف تتكثر صح سي نورمال يعني خاصك ضروري يكون عندك شنو الحوايج اللي زوينين في نظرك الحوايج اللي زوينين انك تسني كونطرا مع شي حد والحوايج اللي خايبين الزوينين الا كان غيوفر لك شي العيبات اللي انت ما قادرش توفرهم والخايبين هي اللي كنتي قادر توفر دوك العيبات و وخانق راسك بشي العيب داكور اما من ناحيه الخدمه هو وسط ناضي لا وسط 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 راه من الدراري قدام فهمتي ماشي زعما وليد اللحظه راه تقريبا راه كاينه راه عنده شي 15 عام في الدومين ولا اكثر كنقل عليه انا في 2008 2009 كنقل على وسط كنقل على وسط ودونك بلان طرا مزيان حيت بزاف ديال الناس كيسحبوك انك بديتي فاش بدا بنتي مع ايمن المبوق لا كنت اصلا ديجا لاح لي فريستايل في انستغرام كنت فهمتيني غادي واخا توني وان مع البلان ديال كيرا كيفاش تلاقيتو وتعاشرتو كيرا واحد الصات اللي كنت انا وياه مديرين في واحد الكومبيتيسيون ديال الراب كذا ودزت انا وياه الفينال وكان هو تقصى وانا طلعت فهمتيني والدراري عجبهم داك خونا وعجبتهم يعني قالوا هاد جوج ناضين فهمتيني تما فين تعاشرتو فين درتو هاد الكومبيتيسيون قلت لي انا فين درتو الكومبيتيسيون في كاس كانت كان دايرها مونس مونس كان دير واحد الكومبيتيسيون فهمتيني ديال هادشي ديال الراب الباطل اللعيبات كنا كنلوحو لي فريستايل وكذا انا اصلا كنت كندير لي فريستايل وتكيرا بقيت انا طلعت للفينال كذا البلبله وكيرا كانت تقصى وبقينا داوين انا وكيرا فهمتيني قال لي انا راه ود كازا كذا تلاقينا عجبنا الصاد كيفاش كيفكر وموسيقيا هو واعر ما فكرتيش انت وياه ديروا شي جروب توليو تغنيو بجوج في جروب واحد لا جروب لا والو ما كتفكرش فيها زعما شي نهار ما نشوفوكش في شي جروب لا والخدمه مع كيرا لا الخدمه نخدم انا وكيرا كاين شي بروجي انت وياه كنا ديجا خدمنا واحد تراك تيتيزا مشرمله اولالا مازال غيخرج ان شاء الله يلا غيخرج مازال غيخرج مع الوقت يعني كاين بروجي مع كاين بروجي كاين بروجيات مع الدراري كامل غتبقاو في هادشي ديال التشرمين تيتيز وداك الشيء غتبقاو في هادشي ديال التشرمين داك الشيء اللي بغى بنادم تعطيه له حيت بصح حيت انت وكيرا كديروا واحد ثنائي زوين واحد ديو زوين في الراب فهمتي هو عنده داك لاغام طالعه انت كتلعب بواحد ستيل ابار لاغام شوف هذاك الصاد تيقولوا عليه عميق انا تيقول لهم شرمل فك عارف كيدوز الفيلم تيقولوا هاد الجوج ما خاصهمش يتلاقاو ما فهمتش علاش القضيه كتقال فهمتي انا فهمتي ما عرفتش حنا في المغرب تيقول لك داك اللي تيضرب تي ان تيضرب لاكوست لعيباش داك الشيء تشرميل ما تيتلاقاش مع واحد تيضرب جوردان وفهمتين نتوما راه كثير ماشي بحال ولكن في موسيقى راه جاني الصاد في شكل بحالك حسيتي راسكم مقاربين مقاربين ولكن بنادم اللي تيشوف الستيل هذا تشبع الستيل وهذا متشبع الستيل
ومتفاهمين جاتهم في شكل. اوكي دابا وصلنا لواحد بوز ميوزيكال، انت اللي تختار لينا موسيقيا اشنو نقدروا نتصنتو، انت اللي كتعيشنا الفيلينغ في لا راديو بالستيل ديالك بالذوق ديالك، ونيت نعرفوا علاش كنتي مزك ولاش كنتي انسبيري باش خرجت لينا 21 اللي من والو شد ستيلو كتب كوبليه بلا ما حاول بلا ما درت شايب. نعطيكم دابا شي تراك من عندي انا لا كريم ومادو شايفين عذابي عذابي اوكي نشدو به السون على اذاعه ام اف ام وراجع لكم. السون الجمعه السبت والحد مع الخمسه ديال العشيه موسقين باحكين وشادين السون على ام اف ام. مازالين على اذاعه ام اف ام في السون شادين السون مع 21 جاش كد الغوته ديال السينما خصك تحمس الجمهور شويه سينما قادم سينبال مادام الحماس الحماس نبيل عشنا واحد الفينيك في واحد الحلقه من السون وكان معنا ايمن وعاود لينا على الاكسبيريونس ديالو في ستريت فاش خرج ايمن اي كي ام بو وقت الناس كيعرفوه بالمبوق ليمبو 9 اذاعيا باش دوز مزيان المنتشي عقل شي على داك الفينيك اللي كان طاري مع ايمن وي اخويا فاش معنا حنا ولا مع الدراري مع الدراري اخويا بغيت ترجعنا شويه لذاك الليل كيفاش جي ديك الفري ستايل مع المبوق وخرج بديك الطريقه عودنا شويه قربنا من لي كوليس ديال هاد البلانيت المبوق كان عشيري فهمتيني كنت عرفتو في داك الفيديو ديالو الاول وكان انا عندي واحد كليب تي ان وكان خاصني بنادم انا ما كنتش كنعرف بنادم بزاف فهمتيني تيكون مستيلي راك عارف متبع داك الشيء ديال الراب ولا دربنا ما عندهمش ما داكشي ديال الراب كيلعبوا كوره بينك عارف دويش مع ايمن قلت ليه بلي رانا عندي واحد الكليب خاصني دراري يكونوا فهمتيني مستيلين يبانوا معايا في الكليب وكذا قال لي مرحبا قال لي ونيت انا ندير شي حلقه في الكليب ديالك تي ان مع غادي يجيب دراري غير شي رابي هما اللي غيبانوا معايا كنا مشينا بغينا نصوروا تي ان الساعه ما كتبش نديروا ديك الحلقه داك النهار ديال المبوق كنا غادي نديروا باتل راب رابر ضد رابر وما كتبش دراو علينا البوليس ما كنا حنا بزاف فهمتيني وكنا جيت الوازيز حتى التيران ديال الراجا وكذا وشدوا شي دراري تمايا داو الايمن داو ليه الماتيريال باش كان غادي يصور بصح صدقنا حيدنا داك البلان جنا فهمتيني انا صورت الكليب ديالي ودازت المده وعاوتاني تلاقينا في الولف قال لي لكم كوارا غادي ندير واحد الفيديو هذا واش بغيت يبان كذا قلت لي صافي قال لي جيب لي دراري جبت كيره معايا بوقال هادو اللي كانوا 20 جبتهم ودرنا فري ستايل وجب البلاد طلعوا ديك البلان دابا علاقتك مع المبوقي دايره حاليا مزيانه باقيين مزيان. مع 20 خطروا شي بلانات ولكن ميساجات راك عارف كاينين حزازات كاينين ضروري شوف في انستغرام دابا هو اللي برز طوق الى كثر فاش كان شي كلاشات نايدين في الجيم وخشاو المبوق وخشاوك انت معاه كما نقولوا حنا هزوا لكم انكو ضروري هذاك الشيء كاين وقلتي بلي زعما انت اللي شهرتي المبوق هو فهمتي هنا ما عجبوش هو الحال حيت اش كيقول فهمتي انا خارج بهذا الكونسيرت زعما ما كنتش معول انني نتلاقى باغزوم مع 21 هو اللي غيشهرني كنت غادي خدام بالكونسيرت ديالي شنو تقدر توضح للجمهور هنا فهمتي مع لا انت خرجتي لا هو خرج انا نشرح لكم البلان كيف داير دابا بنادم تشانو تيقول بلي المبوق بينا ولا حنا بيناه ولا فهمتيني ولا انت عاد ستي غير عند المبوق يعني راك ناقص دابا هما تيديروا كياخذوا كادوك اللي دازون عند المبوق بلي واحد الناس اللي فهمتيني ما يستاهلوش يبانوا واش فهمتيني يعني شي تياخذهم بديك العيبه ديال هو داز في الزنقه فهمتيني ما تعرفش يمشي ما عرفت صدقات ليه ولا ما عرفت شنو وتبقاو يعيروك بديك اللعيبه ماتش انايا فاش شحال من واحد جبد ديك الجينيراسيون اللي طالعه من عند المبوق دوك الدراري اللي بانوا وكذا تيجبدوهم تشعيرهم وكذا ماتش انايا تندافع والحلقه اصلا ديالنا حنا ما كنتش غير انا اللي بين راه انا كيرا قاعد دوك اللي بانوا بينوا ديك الحلقه ولكن انا من دوك الناس اللي بينوا ديك الحلقه واش فهمتيني يعني عادي نقول ماشي نبوق اللي بان انا اللي بين شو لا هو يقول انت هضرتي على ديك الحلقه ما هضرتيش على الكونسيرت لا ماشي الكونسيرت نهائي فهمتيني اكثر حلقه في ذاك الكونسيرت هي ديالنا حنا ديال الدراري ولاد الولف وانا ماشي تاود الولفه فهمتيني فهمتك هو حتى شرح لينا الولفه اللي ساس فاش معنا في حلقه وحده وكان هنا صراحه حتى هو قال القضيه صح فاش كان معنا في الحلقه ديال ستون وشاد معنا ستون قال لك باللي حس بالليفل هربان في دوك الحلقات خصوصا الدراري قال لك النيفو عندهم طالع في الولفه فهمتي وهضر على هذه القضيه يعني ما نكرش غير ميساج ما وصلش واضح فهمتي جوبونس واه ما عرفتش تبقى دابا ايمن عشيرك فهمتي ايمن عشيري ابار موسيقى واش فهمتين اوكي نمشيو للموسيقى خويا اسامه تراكاتك غالبا كتعيشهم كتعيش داكشي اللي كتكتبو كتعيشو ماشي زعما كتامبروفيزي ولا كتجيب شي قصه ماشي ما عشتهاش يعني كنحسو بالراب كيهضر عليك انت
غالبا ماشي كل شيء 100% فهمتيني. انا من ذاك النوع ديال الروابه اللي نقدر نشوفك انت كيفاش عايش نرابي عليك انت داكوغ بحال انا اللي عايش ديك اللعيبات. واخا هادشي كيقول ان تراك فاغماسي ما كيهضرش عليك وما تيهضرش عليه، تيهضر على المغرب كامل يعني. غالبا وقعوا لي شي بلانات فيه ولكن غالبا واقع جميع الشباب المغربي باش يمشي البلان. يعني اي واحد صغير تيمزك ليه يقدر يقول شي دوي عليه. حيت اللي شفنا بزاف داك التراك هو ان واحد ام سي رابور كيهضر على راسه كيهضر على طفولته. وشفنا في الكليب دري صغير قدام والديه كيتغاوتو غير باش نوضحوا فهمتي. بعدا برافو تراك واعر تراك واعر والحمد لله. او دابا راه طوندونس فهمتي. برافو عليك برافو عليك. الفينينغ اللي قلت لك انا كنا كنهضروا في الاوف وقلت لك الفينينغ اللي عطيتيني عطيتيني داك ستيل كما كيتسمى الاولد سكول كيقولوا لي الراب الاولد سكول هو سي راب هارد كور ديال الاس كوست. عطيتيني داك الفينينغ كنسمع داك لي بونش بانش لاين ولي ريم متابعين بحال هكاك. سمعت موسيقى قديمه في ستيل جديد وقلت لك هذا ستيل راه ديالك دونك ما سمعتوش بزاف ديال الروابا كيرابيو بالستيل القديم في موسيقى جديده وعاطين فيلينغ كتبان لك بحال شي حاجه جديده وعجبني البلان. وتراك الحمد لله راه داكشي اللي قلت لك راهو كيبان عند الجمهور راه الجمهور عاجبو. غير هو نهضروا واش ما هضرتيش على طفولتك؟ ماشي انت اللي كنتي كتعاني في صغرك باغ اكزومبل كتشوف والديك مضاربين وانت صغير كانوا من بين لي كوز اللي خلوك مثلا الضغط ديال الحياه فهمتي اللي خلاك تخرج من القرايه وتقلب على فلوس. بزاف حنا عارفين السيتوياسيون ديال بزاف الشباب ما كيلقاوش كما بغاوها كيكونوا شويه الظروف الماديه الله غالب راه عارف الحال ديال المغرب ماشي كلشي ميسور عليه يعني كتولي تقلب على الفلوس خاصك بزاف. واش هادشي كاينه؟ انا اصلا كبرت في واحد البلاصه اللي شعبيه فهمتيني. الا كبرت في بلاصه شعبيه ضروري يكونوا دوك المشاكل يعني حتى لما كانوش عندك انت يا غيكونوا شي جارك شي واحد صاحبك تبقى يعاود لك كذا. يعني عشت شي لعيبات من فارماسي وشي لعيبات ما عشتهمش عاشهم شي وحدين اللي شفتهم انا فهمتيني. داكشي اللي خلاني نحط داك التراك بداك الفايب داك فهمتيني. وفي خبارك في التسجيل سجلت دقه واحده حسيتش من البلان باش من ما نكذبش على راسي في داك التراك فهمتيني. وسجلت شي ثلاثه المرات ولكن بغيت نحطو كيفاش انا بغيت واش فهمتيني. يعني كش غادي نخرجوا شحال هادي وما كتابش يخرج حيت ملي كنت مزك ليه ما تلقاش راسي في داك التراك. خصني واحد لانسترو اللي غي يمشي ليا مع ليريكس ديال اسامه. في صغره كان عايش بخير عادي ولا كانت اليز فهمتيني واحد العائله اللي ماشي غنيه وماشي فقيره راك يعني متوسطه اللي كتبغاك يحاولوا يوفروا لك الماكسيموم. داكشي اللي كاين و كيفاش نقولها لك فاش كان القرار ديالك كما واقيلا اللي بغيتي تقول لي هذاك الشيء زعما كما يقولوا المغاربه ما عندناش وما خاصناش الحمد لله فهمتي. وهذا والله يخلي لك الوالد والوالده الله يحفظك. واش ما كانش قرار ديال انك تخرج من المدرسه صادم لهم شويه ضرهم ولا حاولت تريح معاهم؟ يا صراحه شن عندي الدار انا تيخليوا لي القرار شنو ناخذوا انا تنتشاور معاهم ولكن القرار الاخير شنو ناخذوا انا فهمتيني. واي قرار تناخذوا الحمد لله تنتوفق فيه واش فهمتيني. غير القرايه ندمت عليها شويه علاش ما كملتش صراحه فهمتيني. تش خاصك ضروري تكون قاري واخا غتقرا وتقدر ما دير والو ولكن تقدر دير وكرا باقي لك فرصه انا دابا متشبع فهمتيني. راه الويب راه تتعلم فيه بزاف ابارت شي المدرسه وكذا بغيتي تعلم اي حاجه في دارك واخا بقى معاك في المزيكا ديالك ونمشيو لواحد الصون اخر من غير انك كتعاود اشنو عايش لونتوغاج ديالك دابا عاد فهمنا يقدر ما يكونش انت حيتاش كان شفتها في لي كومونتير تاع داك التراك كانوا كيسحبوا زعما انت 100% ماشي زعما هو اللي عايش ديك الحاله ولكن لونتوغاز ديالو ولكن مشيو حاجه اخرى ما عرفتش واش غتبغي تهضر معايا فيها ولا لا. هي داخله في الجيم ديال الراب الكلاشات البيفينغ. شفناك في البيفينغ مع بزاف ديال الروابا وشفتك في واحد اللايف كتقول لهم دابا ما بقيتش باغي نجاوب شي واحد خصكم تجمعوا لي بزاف تكونوا عندي كثارين باش كل واحد ندير عليه غسطر فهمتي. ديك اللعيبه تاخذ بزاف ديال الروح ما كذبتش يا صاحبي ما كذبتش صح خصك من رابر انا بلا قد دور جوج بعد على الاقل خصهم يكونوا شي ثلاثه وجوج ما هم جوج الفوق واحد بعدا كاين باش وراكاينين جوج غنملي الا بقيت كنعير في واحد وكاينين جوج ها كاينين جوج ولا ثلاثه كاينين ثلاثه صافي بلا ما تجبد سمياتهم بحال دابا شفت واحد البلان كنت هو بريزي الا بريزي سوء تفاهم بريزي نسى ما فهمش انايا تو صاحبك بريزي كان عاجبني في واحد الوقيته هي صراحه نشرح لك انا شنقول اللي كاين كان عاجبني بريزي في واحد الوقيته بحال لقيته بالي بحال تعاود في شي تراكات
صافي نطش عادي قلتي لي اتاكيتو فهمتيني ومن بعد مفاهمي دابا تلاقيش بها مؤخرا بريزي شيري هذا حيد نشوفو فيغو شفتك واحد اللايف داير بوم في ستوريات فهمتي وكيسولك على لويس فيغو ولا فيغو شين فهمتي هي صراحه نشرح لك شوف 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 فيغو راه دابا فيغو تيشوف فيه وغيكون عارف عليه نهار سولني راه يكون عارف باللي راه داكشي عليه وش واحد تيجي تي بينا لويس فيغو ما دار والو بينا صاحبي بينا جا رونالدو من لوروي راك عارف عوج اوكي او بوز بوز تا هو تا هو عزيز عليه الموجه فهمتيني هو يطلع دابا انت تلاح يشد الصنار ورا بقى لك السكيتيوي ديال فاس مشيتي لفاس صاحبي بزاف تا هو مجر فيغو واحد الكلمه اللي ما فهمتهاش لا بغيتي تشرحها لينا ولا بغيتي تا يدفعوا الضوا وشرح شرحها لك في الضوا قلتي لي قلتي ماشي ليا قلتي في التراك قنطرتي إيلي من إيلي كيفاش تقنطرات نسى هذا الموضوع نسى الضوء ممكن تصرح عليا في الأو مرحبا الله يعزك الله يعزك صافي بركة علي أخوي بركة علي خلي مشي قربنا شوية من الجديد ديالو خلي الله أخوي لين بقيتي مع هشام أجبد لك كل شيء خاسبك مع الدومين رجال الله لا بالعكس شوف أنا كنقولها وباش ياخذها هادشي غير شوف باش يفهم بنادم حيت كاين شي بنادم اللي ما فهمش شنو هو داير فهمتيني يعني هذه هي المناسبة فين تشرح عليه بصح لا هذه فرصة واحد الكلمة غادي نقولها وغنصححها مزيان ما كتقيسناش حنا في أصحاب الميديا ولكن ما كنحملهاش في أصحاب الراب واحد الكلمة كيقولوا للحيس الحيس الحيس خويا الا اعترفتي بشي واحد زوين كيغني مزيان وكتقول ليه برافو راه ما كتعنيش كتلحسو راه برافو كتعطي كومونتير زوين بحال كتبان لك شي حاجه زوينه كتقول هذه زوينه كتبان لك شي لبسه زوينه كتقول يعني حيدوا منكم ديك القاعده تاع واخا تراك زوين ولكن ما نقولهاش ليه نتسمى لحاس لا وانا في الاوف قلت ل 21 طاش تراكاتك صراحه ما كنتش كنصنط لك مش حال هادي اليوم عصرت البارح واليوم عصرت على المزيكا ديالو ولقيت عنده ستيل والدراري اللي كيسمعوا الراب الدراري القدام اللي كيفهموا في الراب يتصنطوا شاكان ساميفا ديال ان تي ام وناس وغيلقاو داك ستيل القديم عاودوا 21 بلا ما يحس بطريقه جديده وبرافو عليك اخويا وانا بالعكس كيعجبني الواحد يقول رابور انت زوين انت كاين انت خاصك دير هكا اخويا كتطور الفن خلينا من داك الا قلت لك برافو غتحسب عليا وتسطوريني وفهمتي واش بدات تبلبل ورا دوك قال لي تكلاشي معاهم كاملين راه فاش لحتى انكل ولي نادي وتما فاش لحت راك ولكن ماشي راه البيف صافي بيف تيبقى يقدر ندوز واحد عام عاوتاني يخرج شي تراك يزعزع ويقول لك برافو راه البيف ما كيعنيش انه معديان راه بالعكس راه في الجيم راه في الراب كاينه هاو عاود صالحك مع الدومين هاو عاود صالحك باقي فيش هادي مفهوم هادي كلشي عارف اللي موسيقى تبقى موسيقى فهمتيني واخا خويا 21 قربنا شويه من البروجيات اللي خدام عليهم والتراكات اللي يخرجوا قريب يمكن يقدر يخرج واحد تراك كريمينال يا ربي ما يكونش كلاش يا ربي لا ماشي كلاش لا تراك فهمتيني هاد الهيت ناضي فهمتيني كاين بزاف ديال لي بروجي خدمت فيهم داكشي ديال تمزك ليه في البحر ولا لا ماشي تقدر تمزك ليه مع راسك تمزك ليه مع العالم ما كاينش مشكل دابا كاينين غنشوفوك شي فيوتشرينغات عاوتاني جداد ولا ما كاينش كاينين ولكن ما نقدرش نقول لك دابا السميات غيكونوا فيهم شي سميات معروفين كبار كاع بلان شكون غيخدم معاك في هاد لي بروجي في حالة شكون اللي يخدم معك في البروديوسرز هذاك الشيء مع الوقت تتعرف فهمتيني المهم كاينين افكار كاينين بزاف ديال الروابا باغي نخدم معاهم كاينين حتى هما بزاف ديال الروابا باغي يخدموا معايا كاينين عندي افكار في دماغي نقدر نحطهم في اي لحظه غير هو داك الشيء باقي فهمتيني ما تخرجش ما يخرجش البوم ما تخرجش لا مازال شي هيت اللي جاي ناضي زعما مغير فرقع كاين واحد ضايع مورا فارماسي دونك قريب غي ياخد غير فارماسي واحد شي شويه ديال الوقت وغنشوفو امتى يخرج كليبي امتى يخرج ان شاء الله نقدر نقولك الشهر الجاي الشهر الجاي المهم ياخد فارماسي حقه ونعطيوك الماتش اللي تمسك غتيري عاوتاني غير يهبط فارماسي شويه من طوندونس يخرج غيبقى شادين الطوندونس غتبقى في هادشي ديال الفارماسي وهادشي لا انا في خبارك كاع التراكات اللي درت دابا واحد ما تيشبه لا تان ماشي هو شوتشوش ماشي هو سويتش ماشي هو فارماسي داكوغ وفارماسي ماشي هو اسامه تبقى غادي في تراك كل شهر كل شهرين بحال هكذا غتبقى غادي بالستيل هكذا ولا غتجمع لي كل شهر وغادي نشوف نقدر نخرج شي او بي فهمتيني جمع واحد الباص فين بعدا كاين اللي قدروا يسيبورتيو داك برافو عليك نقدروا نشوفوا دي زارتيست اللي داروا معاك دي فيتي تعاودوا باغ اكزومبل واحد الفيش كان زوين مع وينزا كان فهمتي كان فيه الانرجي ديال الجار شارك وينزا من هنا تحيه لوينزا خويا نقدروا نعاودوا نشوفوك معاه فشي لعيبه اخرى وينزا صراحه واحد الصات لي فهمتيني كنعطي ريسبي من هنايا صات لي ضريف في شكل هكا عرفتي واحد لقيتيه في شكل ترتاح ليه واش فهمتيني داك الصات من بلان ديال لاغوليف ديال ديزر الصات خونا تيبان ليه في شكل
وي يعني ملي تقول لي شي لعيبه ماشي ما كي عكس عكس ديال الشروا با تلاقيش بهم هذا العكس ديالهم صح. كاين اللي دار داك البلوك كاين اللي تيبغي يوصل لك انا هو داك خونا اللي دار ديك اغنيه واش فهمتي ما يعجبكش الحال اما كاينين شي دراري كاينين دراري بزاف صراحه كاينين كاع دوك اللي بعدا لي فلاغوليف اللي درت معاهم ديك الكولاب صراحه دراري كاملين بيس فهمتيني دراري ضريفين و كاينين شروا با ابار ديك اللعيبه ديال لاغوليف تيبغي يوصل لك انا هو داك خونا انا هو كار وهادشي ما خصوش يكون كيفاش كيديروا هاد البلان كيفاش كتحس بانه باغي تقدر تلاقى به فشي لعيبه يقدر يبين لك راه انا هو داك خونا اللي دار كيبغي يوصل لك ديك الفكره ديال انت ما باقي ماشي خلينا اسامه نبقاو شي شويه في لاغوليف عاودنا على شنو وقع في البلانات شنو عاود لينا داكشي اللي ما عرفناش صراحه البلان ديال لاغوليف واحد التجربه صات لي جديده عليا انا بزاف يعني كنت شروابا ما تنعرفهمش كنت كنسمع بهم تلاقيش بهم وفي البداية ديال الكاريير ديالي درت داك البلان يعني شي حاجة اللي زوينة بزاف تلاقيش مع روابا جداد روابا قدام وكاملين صراحة عطاوني الريسبي واحترموني على داك التراك اللي حطيش في لاغوليف وكاينين دراري تما زوينين تلاقيش بهم وتما فين داز الفايب دا كان فيلينغ بيناتكم دراري ضريفين بزاف واش خلوك تختار انت كلشي دو ا زاد ولا قالوا لك هالموضوع هالموضوع لا اصلا تراك عرفتي واحد التراك دغيا تسجل ويلي بحال قالوا لي اليوم خاصك بعد غدا تعطينا تراك اليوم عطيتهم تراك لا غدا عطيتهم تراك واجد بت في الاستوديو انايا غد لي خدام مع 6 الصباح بقيت في الاستوديو فايق مع الصباح شديت من طرب وعزه المعارف باش نخدم وهادشي فهمتيني المهم راك عارف تميك صار بلان ويست خطير فهادشي كان هنا دقيقة نص ساعة سيون لا ويست عطيه اقدر شي ميكسي وسط سجال هو ما على بالوش ويست واحد الساطي مسطيب موسيقى خدام معاه والفايب دايز ويست هو فهمتيني ترتاح معاه في الخدمة برافو 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 20 اخويا عطيني 21 عطينا اخويا شي بوز تقدر تعطينا جوج تراكات شي حاجة بعدا نسمعو فارماسي التراك الاولى انا اختاريت فارماسي ديالك عطيني انت اللي بغيتي فارماسي و شوت اوكي شوت فارماسي 21 طاش على اذاعه ام اف ام راجع ليك وباقي شادين سون على اذاعه ام اف ام طلعت لي الدنيا في راسي دوايا العاقه مي دوماج ما كيناش في الفارماسي 21 خويا بلان وير عندك كلشي كاع المغاربه حافظين هذا الفريستايل عندك اصلا وصلنا للتشالنج ديال ثلاثه من الحاجه تشالنج غنشدو معاك فيه السون كنسولوك كتجاوبنا بالزربه سير عندك مع الزربه ولا ايزي في حياتك تقيل انت في حياتك ولا بزروب على حسب السؤال لا في حياتك في حياتي انا هو اشقل واحد في العالم بس تاكل بشويه انا فهمتيني راخي الدعوه راخي نيفك الرخويات سير النبي خويا 21 انا كنعرفوك انت رجاوي ياك عطيني ثلاثه ديال الماتشات ديال الرجاء عمرك تنساو 4-4 3-1 4-4 بعدا كندير الوداد الرجاء فتاش الواحد عاوتاني ندير الوداد الرجاء و شنو شي ديربي اخر شوف الديربيات كيكون عندهم واحد الحلاوه حتى الوداديين حتى هما تعجبهم الحال ملي تربح الوداد الرجاء حتى هما تعجبهم الحال ملي تربح الرجاء باقي ما جبتش من الثالث ثالث قال لك شي ديربي اخر عاوتاني حنا اختاروا حنا اختار اللي بغيت نكونوا رابحين فيه حنا نعيطوا لابو السالي عطينا زكريا خويا ثلاثه ديال الروابا وخي كلاشيوك ما تجاوبهمش عندك كيرا بوقال شكون اخر شي عشيري اخر مصير وينزا شو وينزا يعني امريكا وكينا دو عشرانك لاش واحد اللي ما تقدرش تجاوبه لا وما يجاوبش عشران وما غياخدوه بواحد فكرة فهمتيني يقولوا ناري وقيد خيف مني واش يبغينا احنا لا ما تنخاف من تشوف شوف ما تنخاف من تشي واحد ولكن اللي ما قدرش تجاوبهم واصلا ما يكلاشي وليش عندك كيراب وقال واخا نعطيك مثلا نقول لي ثلاثة اللي ما تجاوبهمش احتراما لهم سواء على الكارير سواء على شي بلان غير عشرانك ابار اشران احتراما لهم هما الا كلاشاوني زعما يعني ماشي خوف احترمتهم عندك شي فين يعني اسمو الاكس شوبي هما جوج هادو جوج انا عندك شكون اخر
دون بيك برافو تحية اليوم هادو اللي جبتي اخويا وسام ثلاثة ديال الرابوز لي رابوز دريات علاش عليك تمزك ليهم عندك اختك رطاسة النساء اوكي صافي جوج ما عنديش ثلاثة اختك وقرطاسة النساء شي صافي قلت لك نشير لك على شي وحده مينيرفا واحد الساطير طلع مينيرفا مينيرفا هي مينيرفا من الاول مزيانه ديك اي مينيرفا شنو باغي دير اي كي مينيرفا مينيرفا هو مينيرفا ثلاثه الحوايج باش يصدق تراك في الراب يكون الصاد فهمتيني خارج من القلب ما تفكرش فيه بزاف وعرفتيني يكون خارج من القلب وايد خرج من القلب جوج مرات جوج قلوب عندك جوج قلوب عندك جوج خرجات من لا المهم يكون داك الشيء جديد فهمتيني ماشي مشكل البيت ماشي مشكل استوديو لا داك ما ماشي ما بقى اي دابا الكاليتي صراحه ولكن الا كان تراك ما فيه لا ليريكس لا ماشي ما فيهش واحد الفايب ما فيهش واحد الفيلينغ يعني ما فيلينغ يعني خارج من القلب ما تفكرش فيه بزاف والكاليتي وتقلب على الكاليتي ما تفكرش بزاف زعما اللي جاتك في دماغك لا ماشي اللي جات ما تفكرش بزاف يعني ما تكونش تقول خصو ينجح لا هذا خصو في ضروري ندير فيه هذه باش يدير هذه ولا هذاك الشيء تيكون فهمتي تقدر شي حاجه سامبل وتفرقع ما تكونش تعار عمرك تكون متوقع شي حاجه شنو غدير مزيانه انت كتلوح هاد كتشوف واخا مشيو بقاو دائما في الراجل ثلاثه ديال الديسك ديال الرجاء عزازي عليك زلك تزيد ودابا انت جبتي الراجل بزاف تقول لي ما بغيت جبت صداع لا لا انت رجاوي انت واحد تراك ديال ساكي في كتافي المحطه ونادي يعني واحد تراك ديال بيجيكو ماشي وخلانا عاوتاني واحد تراك انت قديم في التيران اشي شوف لا ما نقولك واحد وكلاش وكلاش الوداد عاوتاني كلشي ودادين لا 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 انا وانت وهذاك الدري اللي لي رجاويين لا ولكن للتوضيح نبيل وزكريا ما عندهمش علاقه نادخ اخويا ليفربول والبارسا عايشين عالمنا الدراري ديال 400 مليون اورو ميسي لعيبات انت داكشي عطيني صلاح ماني الدراري وانا ودادي في درب السلطان يعني الروح الرياضيه فهمتي ديال بصح فهمتي ما عندناش خوتنا وكلشي زكريا انا ياك ثلاثة ديال الديس كراي كيمزكوك راي الحشوة 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 دابا الحشوة الحشوة وداك واحد تراك موجات البابور هو نادي وشابيلة شابيلة هنا واه شريكي 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 واخا أسامة ثلاثة ديال البلانات ما تتحملهمش في البنات تتسول بزاف والدور ديالها في الحياة هو تحصلك هذا هو أعدى حاجة شنها باش تحصلك تحصلك صافي لوكاليزاسيون كتبقى تدير شكون كدير الميك اب كتبغي الحبوب انت كتبغي الحبوب هذاك الشيء ديال الله شمال ثلاثة الناس كتقول لهم من القلب شكرا عندك الوالده الخوادري خوادري هادو ثلاثه خوادري وخوادري الوالده عرفنا علاش خوادري وخوادري علاش السبورت واحد الناس تسطاو عليا انا بالرجوله بصح كبر منك عندي خوادري صغر مني وخوادري كبر مني ناري دوك الخوادري انا كتكون كبر منك وهي الام الثانيه نسى واش فيك الجوع واش هادي كتشهلا فيها بالرجوله شنو الحاجه اللي كطيب لك على قبلك كدير لك على قبلك في الدار هي صراحه انا وياه ضد في الشيء ديال الطياب وكذا شن طيب الراس يعني ويدري قاري الباتيس باتيس ماشي لاكويز باتيس وهي كل باتيس وهي كل الحلوه شوف كشي ديال الطياب تا هو عندي معاه كيفاش ياكل الحلوه ما سمعهاش ياكل الحلوه قلت لك قاري الباتيسري دابا كيفاش ياكل الحلوه شنو بغيت تاكل الحلوه داير عليها الحياه هو راه متخصص في الحلوه دابا البطاطا لا الحلوه واقع خويا واقع غادي نهضروا معاك على واحد البلان انا نقربوا نبيل كثر حيتاش نبيل تخصص صحافه رياضيه فراسك نبيل باللي 21 طش اسامه كاللاعب ديال الكوره كان غيكون دابا في دونور وكان تحت الاشراف ديال اللعاب في الراجع في الراجع عند مستودع تحيه كبيره لمصطفى مستودع تصفوا عليه سمايك كنشوف واحد من اللعاب الكبار اللي دازوا في الكوره الرقيقيه ديال الكوره الصراحه اللي ما غيتعاودوش بزاف غير دوك الذكريات لا في المونديال مع الراجا لا كنعقلوا عليه فينا 97 كيفاش شارس في نيفو وكمل وجو كله دمايات يعني شي حوايج اللي صراحه وخا الكره دابا وكل شيء ولكن صعيب باش تعاود تشوفهم في العاب اخرين
كتنفس وكان بزاف الاصابه اللي لحقاتو بزاف هو راه نص لاكاري ديالو مشى في لا بليسور يعني هو ما عطاناش كاع داكشي اللي كان عنده فتحيه ليه كبيره. كي دازت القضيه مع مستودع صراحه انا واحد الصات لي فهمتيني كيف ما قلتي تدقيقي فهمتيني اي شوف كتلعب تتلعب ما تلعبش ما تتلعب وتجي تدخلوا غير اللي تيلعب والله وانا كنت من ذوك الناس اللي تيلعب انسى هما كتقول لنا انا كتزرق ربي اش كيجي كتلعب جيو التايفون بصح في الرياضه لا لا شوف هناك شي مالونغو انا انسى دير بصح غادي ندير واحد تحدي من نوع خاص بعد مستودع كما قال خويا نبيل تحيه لي وتحيه لاي رقيق داز في المغرب والله المهم خدا حقه ولا ما خداش حقه انت راك عارف هاد المسائل اكثر مني غير هو في درب السلطان مستودع كان كيبان فاش كتفرج فيه كتولي تبان لك كره سهله حيت دغيا شكون ناري دابا دغيا كيقلبوا هادي انت باش نعرفوا الكويره كاين واحد التحدي مع نبيل فوت تشالنج ونشوفوا كنيت واش كويره ولا والله الا باغي ندوز داك فوت تشالنج انا معاه صافي تجيبها في البار زعما تجيبها في البار فيما بغيتيش تجيب نجيب عشان نشدوا هاد الحلقه وغادي نميكسيوها مع فوت تشالنج مع الزقير ما نحط لك هاد اللعيبه مرحبا عرفتي واش كتجبد كوره فاش كتجبد كوره ضروري ما ترجع شويه للور وتفكر الدرب فين كتلعبها خصك تقدر تلعب في الكودرون انا تحيه لواحد الدري عندنا حنا في الاذاعه والله تحيه ليه بزاف زكريا مدني قوشي لعاب ولكن ما كملش الكره ديالو من الدراري الزرقين اللي عندنا لا لا كويري كويري وبلي ما راه انه ملي قلب مصطفى طلحط ضربه وقال لي ابو شروان وما قلبنيش كتفكر الكودرون كتفكر خطوه خطوه ولا كتفكر كتفكر كيفاش لبستي وكتفكر حتى المراهقه ديالك جبدوا حيت كنتي كتلعب مع ولاد قاسمكم وهذه قربنا من 21 ديال ليسي ومني جبت لك ملي جبت لك ديال ديسك ديال راي تتخربق فهمتيني بغيتي تجبد من الخابيه شوف شوف شي في اخبارك انايا المدرسه علاش كنت كنمشي بعض المرات حيت الدار قالوا لك سي لا لا مش قصر كوره حيت انا واحد الحاجه اللي كنلعب مع الفريق المدرسه كتقدري تفرجوا فيك الدراري الله الدراري بلا ما يتفرجوا ماشي موجود عوض غادي عوض قاري كواري خصك تقلب شي واحد اوف نسى وسمح لي واحد السؤال شحال كنتي كدير ديال الوقت باش توجد راسك للماتش يعني لا انا من النوع الصاط اللي ما توجدش راسه باش ما كان كنقضي انا لا هما كيهضروا على توجد راسك حقيقه شعرك زعما الجانب الجميلي ديالك لا لا وديك بقيت ما كتشوفش صورت صفر مع فهمتي راك عارف شكون اصور شي لا ما يمكنش اللي جات باش اصلا ديك هذيك الوقيته باش ما جيتيش تلعب وغادي نسولك واحد السؤال حيت انا زرق مع الشد التجربه ديالك لا هو ما تقولش على راسك عارف انك زرق ولكن رديده فهمتي ماشي مشكل واش صح كتقدر تطيح بكره زعما لك تي كواري كيوليو المعجبات كاش كطرا لك القضيه في ليس انا بعدا كنشوف لقيتي الدري ديال ما تكذب عندنا ما عرفت دابا غادي عجبهم راسهم لا ماشي انت اللي هما اللي هما وصافي كنتي وخسر لك كنتي راك عارف قلبتي اليوم شي واحد اللي تيقولوا واو كتولي انت واو راك عارف كيهضروا عليك عند استاذ الشماعات وانت ما كاينش انت شي كيدريب لا كوبي وديك اللبسه اللي كان لا ماشي تكون لابس كتكون مجرش على الصاط باش تلعب كوره اصلا انت لعب مع واحد الدين ما تعرفوش لعبوا كوره عارفين بشي وعشوك انت يا صحاب حلومه وهادي لعبتي بحلومه ضروري انا يا لا عمري ما لعبتش بحلومه صراحه ماشي عمري لعبت بحلومه عمري لعبت فلوس هذاك الغينا هو اللي كيدير هادشي لا ماشي الغينا انا من ذاك النوع الصاط تقدرش يلعب حفيه ولا بحلومه ماشي ضروري في رجليه وبلاتي بطوله مدرسه كيفاش كدير في الليستي انت مغيب وكتجي اخبارك استاذه تقول لي سير لعب بصح قيدك موال وشنو ما الدري ما كانش عندك مع باش تدخل لهم كلشي عربيه صا ناري علاش باش كدوب الالماني دابا التكوين ديالك شنو زعما اللغه العربيه ما عنديش مع ماشي ما عنديش مع كلغه ما عنديش مع داك انت ما عندكش مع داكشي ديال الحال لا الاستاذ لا الاستاذ اما انا فروض كنجيش نضرب بصح راه كاين شي اساتذه انا كيضرب 90 راك عارف جيت دقيقه الاخر واش ضرب 90 هو انا وشنو الماده اللي كانت عزيزه كتدخل لها انايا خروج ولا كاع المواد اللي فيهم اساتذه ضريفين صافي والحارس العام العلاقه ديالك معاه كلشي كان كيعرفني في المدرسه انا صراحه دابا ما كنتش كنكتب بهم في الحيوط رسام انا كنشوف شي حاجه هاد لقيتها كاع خلاو لي واحد الحيوط رسمهم انايا المدرسه ديالنا انا راسمهم حتى الان باقي مرسومين دونك اسامه في الليسي كانوا عندك المعجبات بزاف كنتي معروف عندك انتي كره الرسم كره الرسم كلشي كش كنديرو واخا صراحه هذا الرسم ما كيجيبش المعجبات عمرنا شي واحد قال لك انا رسمت وجاتني لا بيكاسو كاين تقول لك انا عندو المعجبات هذا خونا راه تعودني وكاع ما تسوقات لي كاع هذاك خونا اللي كان كيرسم بيكاسو راه ما تسيلي علاش ما يكونش معجب ندوز
كاينين دوك العميقات عزيز عليهم الرسام كيكونوا خايبات. كملي كملي باش يكمل لينا حتى هو الجواب. ماشي عميقه زوينه هذيك. لا شوف ما غاتقلصوا عليك صحابات نظريه الفستق كير غير الصطاط ديالك كير زعما كلاش كير غير الصطاط ديالك علاش بصح كيكون بصح قراو معاك عميقات. لا كيدوي على كيره خرو معك العميقات. راه مريم كانت عميقه. راه مريم من عمق من مريم كانت خدامه في العمق فهمتي. راه بنت العمق. نسولك على واحد القضيه في الليسي قبل ما تمشي مريم السؤال ديالها. النقله النقله شي نهار زعما فهمتي صوفيتي راسك بزز صحه فهمتي. انا واحد النهار كنت في الموحد ديال التاسعه وكانوا كيجيبوا معنا الدراري اللي كيقراو في البريفي تيقراو معنا في الامتحان. وكان انا يا ورايا مرايا واحد الدري جاي من البريفي وديك المدرسه ديال البريفي تيقراو فيها قراي. وانا كنترت ما تنتخيلو هو قراي عوض نكتب انا الاسئله الراس انا عارف نجاوب عليهم. قلت له واش نكتب وحده ورايا عطيتو الورقه اخونا تيكتب لي مني شو كتاب. واش قلتي لي بعدا باش اسمع انا من بعدا كيلا يخرج واحد ما غيقيس يخرج في امان الله غادي نعطيه الورقه غادي يكتب لي صافي رجع لي الورقه عامره في امكاني نقراها ومدنس. قلت صافي خونا بريفي يا صافي خونا بريفي خونا بريفي زعما في اي بي لا جرى السوق في هنا كيفاش خونا بريفي كمل هاري كمل اخويا بريفي شنقول خونا شي قرا فلوس كذا هذا حيد راه داكشي صحيح. وانا نشد هذاك ونقول عطيني الوساخ ديالك كتب لي نفس الاسئله هذاك. عطيت الورقه ديالي مع نمشي واحد الدري قرايا معنا شقرا مزيان عطيت الورقه قلت لهم الاسئله اللي درت ام اجوبه كذا هادشي كامل خاط يريني دبر عليها نسى قلت لي ما جاش الخبار شكون غادي يجي عندها جا عندي الحارس العام حارس العام البوليس بامو تجهدوا الصال طاش ما هي وما لونك نقول يا رب كنت كشبت على راسي نسى وانت كنتي عارف الأجوبة بدك العقز اللي عطاني سيدي ربي واش نتخيل هو ما عرفت شناهو عطيه شوف على وزيدني النقاط تخاف نصوبي راسي ولكن بريفي هذيك زعما في الاي بي هذيك اللعبه ديال ما نعرفوش احسن منه حنا صافي عطيه خطي واخا لي ولا شي حاجه باقي انا قال عليه انا نشوف قدامي قال لي عمرني نسى سميه ما عرف ما كنعرفوش انا بعدا خونا بريفي بلا يعرفو يكون خد الباك داك العام خونا طالع بنمره بخرى خونا راه خد الباك دوز 9 مورا الباك نجيب الفلوس بريفي بريفي واخا نمشي معاك لواحد حاجه اخرى في الدرب حتى هي عرفتي ديك القضيه تاع فاش كيضرب شي واحد شي حطه كاع ولاد الدرب عقلتي هذاك الصغار تاع فهمتي كيبقاو حاضرين ليه رجليه كان عندنا حنا واحد الدرب في خبارك تقدر تشري اي لعيبه شرو فحالك كاملين كاملين تشوف ولاد الدوره تلقى غير تشري بيكالا عرفتي في خبارك في رمضان حتى واحد ما كتكون عنده بيكالا شي تشريها انت يا غنشريها انت انا والله كلشي عنده بيكالا وخارجين تنقول عندنا واحد الدرب في شكال خاصه لي زعمتهم تشري عرفتي شريت قشيره كلشي غيشري المهم كلشي يعني داك الشيء كان داك التراك داك التراك تاع داك الشيء علاش كان لا تي ان ولا دربنا شي موش شكون الاول اللي شراه انت واقيلا لا لا ما كنتش انا اول واحد اللي شاف الدرب شكون كانوا دراري كبار منا هما اللي شريت شوفهم ضاربين شباك تي ان كتقول واو دا خاسر تشري بحال وشتي ما خاسر فهمتي وانت راه ما خاسر ما والو هادي شي زوين هادي التابعه هادي ديال كتبقاو تابعين بعضياتكم تعجبك شي المهم انا كبرت في واحد الحي الصاد كيبان لكم ضاربين داك اللباس وزوين وتيجي معاهم دابا شنو شنو اللباس انت اللي كيعجبك؟ اش عجبني نضرب شي سيرفات و تي ان في رجلي صافي وتونيات حتى هما يا تونيات ديال فرقيتي الموش عليهم كاع فرقي عندي ويلي والله ازيد الكمار عندي لازم نشوفو نشوفو واش شي فرقه ولكن معروفين معروفين اجاكس عندك؟ لا ما عنديش عندي ديال معروف ترى عارف اجاكس 80 واش معروف هذيك اللي وصلت دومي فينال داك العام ازياس هذاك ازياس اجاكس ديال اللي كنحكوا به وفينا عزاز علي او عندي شي توليد شي فرقه ماش نعرفهمش عجبني فيهم كولور الصاط بعالم ستيل او ديال اي فرقه ديال اي دوري تمشي شي محل تبان لي شي كولور في شكل جناب اولمبيك مارسي لا فيورنتينا لا باليرمو ليستر سيتي عندي ليستر سيتي كاين مانشستر مانشستر كاملين دوك الانجليز عندي واحد الصوره ضارب الديربي هنا ديال مانشستر سيتي ليفربول عندك عندي ليفربول ازيد الكمار
واو ما عرفش قدر عرفنا موري الحلاوي وفي ناس عدب شو مشي قال فراقي قال جبينا تدرى ما بقاوش وتر أزاكس مقاس كتلعب تشامبيونز ليج من جروا عليهم من يمت كانوا تمالك أخوي اوكي اخوي برافو برافو زغرطة زغرطة اللبنانية سلام زغرطة انا دير وفاق سطير اوه عندك العرب شاهم المولودية خصو يكون هذا لا حمام الانف ترجع القدس حمام العين ممكن هنا القدس هذه دي جمعية الرحمة دي اللي ساسة برافو 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 وسام ماشي تراك غنش دوبي ستون ومن دابا شوية غيكون معنا واحد صاحبك بروديوسر بيت ميكر تا هو غنشدو معاه السون طريق زك اخو تسي اخو تسي التورو 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 غنشدو معاه السون تا هو ولكن بعد اختيار الموسيقي اللي يختار لنا اسامة انا عطي التورو اختار لهم شي لعيبات انا مسيت انا مسيت نشدو به السون على اذاعة ام اف ام وراجعين ليكم السون الجمعة السبت والحد مع الخمسة ديال العشية موسقين باحكين وشادين السون على ام اف ام ومازال نشاهدين السون على إذاعة أم أف أم في برنامج السون مع 21 طو وما كاينش دابا غير 21 طاش بوحدو بغينا التهلال الال طورو كما يستاهل طورو الله يحفظك وين اسمح لي حتى قلتي طورو وليت اسبانيولي بحال كتدوب اسبانيوني غنقرب اكثر للناس اللي يلاه كيكتشفوك لاول مره ال طورو صاحب 21 طاش بروديوسر بيت ميكر حتى هو طار ليه نفس البلان حتى هو بادي البلان من واحد الوقت اللي هو كونفيرم هو الكونفيرم كيفاش اخويا جاك الوحي نزل عليك الوحي اخويا شنو طار ليكم في هذا الكونفيرم من بعد انتم 20 ياك قبل من هضرنا انا وياه في الكونفيرم وكنت لحت واحد البيت وكنا بدينا كنهضروا انا وياه صافي لحتي علاش باش زعما لا غير لحت بحيت كنت كنصاوب لي بيت وقلتي صافي قلت لوحدك داكشي باش بنادم يبقى يشوفو باش شويه يطلع لي انستغرام وفين عرفتي فين عرفتي في انستغرام نيت في الفريستايلات ديالو ديك الساعات كان مازال ما كيلحش هو فريستايلات بزاف كان يلاه اصلا كنت قصرش على فريست على واحد الانستري ديالو فريستايل على انستغرام داك دونك بالك الفايب كاين مع الدابا بالي اخونا كاين ماشي ناضي نادي خوتسي كيفاش خوتسي خوتسي فاسا فاس كيفاش على السين صاحبي في التالي خوتسي انا خوتسي لا لا ورخي رخيت هي كترخي لا بلاتي خلينا نعيش واحد المواجهه فاسيه باش نشرح لك اخويا اسامه دابا راه حسي بنشقرون فهمت علاش كترخي والله الا واخدي الشنا حنايا تحطناش في هذا الموقف حنا اليوم نعرفوا فاسا خويا انت لا تحاوروا سولوه بالطريقه الفاسيه شوف بغينا انترفيو هاب فاسي وغنبن حدا ولد بن احمد رضي الله عنه ماشي مشكل سولو كيفاش بدا اول انستري لوجيسيالات سولو الله يحفظك كيفاش بديتي اول انستري لا لا هذا راه المعارف واش كحساب لك فازك يضرب الخليجيه واش هو كاين راه صاحبي متشوال كيف كان اول انستري اذا زعما كان كحساب لكم كنهضرش كان اخويا اول انستري شوف انت كنت سميتو كنت واحد النهار كندور في التليفون بحال هكا حتى لقيت واحد لابليكاسيون سميتها ماشي مشكلة ماشي مشكلة سميتها غراج باند المهم بقيت كنلعب فيها بحال هكا حتى وليت حتى لقيت فيها بيانو وديك بيانو تقدر تزيد عليه درامز فهمتي حتى تقدر تسيب بيت فهمتي صافي طابيت ديك غراج باند درتها في يوتيوب بحال هكا باش نشوف لي توتوريال ديال بنادم كيفاش كيخدم شحال من حاجة لقيت بنادم كيصاوب هادشي بي سي ومهم فهمت الماتيريال اللي خصو يكون عندي صافي مشيت خديت بي سي خديت كاسك تيليشارجي ديك لابليكاسيون اللي هي غراج باند هادي صافي بديت كنخدم بها بانت ليا شويه ديبيطون على 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 سميتو على على اللوجيسيال اللي كنخدم به دابا اللي هو لوجيك برو صافي تيليشارجيتو بديت كنكراكيتو صافي بديت كنصايب دي زانستري شويه بشويه شويه بشويه صافي تلاقيت مع واحد الدري لقيتو تا هو كيفهم تيفهمني فهمتي عنده نفس المونتاليتي ديالي فاش صافي تولينا تنصايبو تراكات شكون هو اول واحد تاق فيك وخدم عندك انستري وغنى عليه ولا راب عليه ولا اول واحد انيمو واحد الدري امين صاحبي عشيري ديال بصح فاسي هو ديكاس لي تا هو ديكاس الدراري ديال فاس كامل راه ما عندنا حتى شي مشكل مع فاس بلاك حنا راه بالعكس 20 كامل
صافي المهم بقينا كنمشيو للستوديو مره كنمشيو لهنا مره كنمشيو لهنا. اول تراك كان ديالي اللي المهم كان كنا صوبنا انا وياه سميتو طلق السخون. تراك ناضي تحط مع واحد لاباس سميتها ماروكن راب ساركازم. صافي ابري بقينا صوبنا بلانات بزاف اللي مازال ما خرجوش. بون راه جا هاد السي دي دي هذا اللي قلت لي قبيله طلقوا. ابري صافي جيت هضرت معها طش مع شحال هادي كنا ما هضرنا انا وياه. صافي وجينا وغادي نشوفوك شي فيتشرينغ مع بعضياتكم. نشوفوكم بيانتو ولا لا؟ لا ما كنرابيش انا الفيتشرينغ زعما خدموا بيانتنا ضروري كان شوكولا ضروري. عندي واحد تراك سميتو عوج الرويده مصايبو عوج الرويده صححها لنبيل عوج الرويده ضروري عوج الرويده معكم الساتي زعما غير مع بوحدو لا هذيك العالي داي لا عوج الرويده حيتاش فيها الضر بايدا. اوكي 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 غادي نشدو الصوم بواحد تشالنج دابا ياك اللي هو القديكس. القديكس كنعطيو كلمه غادي تكون غيكون انا وزكريا غنعطوكم كلمات ومريم ونبيل هما فرقه وحده فهمتي نبيل الصديق ديالي مخباركش فنقدروا نخليوكم انتو كاع خليها ترتاح خليو مريم ترتاح شويه حيت عندها مشاكل صحيه وكنهنؤها الدبيله ديالنا. مبروك 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 مريم. هاني مريم الله يبارك فيكم الدراري. مبروك مبروك مبروك. خاصكم تعرفوا علاش مبروك لان الحمد لله دوزت اللقاح اول وحده فينا اول واحد فيك جاستو قطع لها ميكرو ديالنا اول وحده فينا هنا في ليكيب كدير لقاح اليوم مبروك عليك اليوم درت ثانيه درت النطره الثانيه او كيف ما كيقول الزميل ديالنا محمد عطير تحيه ليه الزقفه الثانيه يعني دارت الزقفه الثانيه البارح في الصباح الحمد لله. وانا فرحان الا غادي تاخذ سيدك باسبور وتخرج سيا وراك 11 لا صافي حنا علاش قلنا هذا الشيء لان كتبان فيها شويه الدوخه وداك الشيء حيت يلاه جايه دابا ماشي بحال هكاك راه راه المضاعفات ديال اللقاح وهذه بالشفاء العاجل مريم واخا هنا ورمت عليها يديها ولكن وتحيه لمريم برافو مريم برافو الشجاعه الكبيره دوك لا ولكن القديكس كينتمي ليا انا دونك واخا دايره التلقيح جوج المرات الدراري بقاو على خاطركم ولكن لا شكون كتختاري في هذا الشيء واخا في الدوسه مي نو كلشي الدوسه يا الدوخه شكون كتختاري كنختار بطبيعه الحال زعما الصديق الفاشل ديالي اللي فين ما تنكون انا وياه تنخسروا ونبيل الله يحفظك اختي سيمبا الحمد لله نوضح لكم التشالنج شنو دابا بحال دابا مثلا كنعطيو كلمه مثلا قلنا الخبز خبز الدار ياكلوا البراني خاصكم تلقاو فيها كلمه وتغنيها الدنيا طلعت لي الدنيا خو في راسي دوايا العقا ما كتباعش في الفارماسي شوف سام نادي خليه يصبق البيج فريق تويلي وانطش يتقدم على فريق مريم بالعكس الشيء هذا النزال كبير ساهل كنحاول ايه لوف I love you baby No love ليل وين صاحبي لوف ما عنديش ما واحد 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 وريح يا مريم قلت ما عنديش ما قلتي قلتي صافي الله يعطيك الردة نقول انا لوطوروت مقاري في لوطوروت بالحياه والموت انا هذا الحشوه الحشوه كيجي تشرمي ما عطيهاش جوج الواد ثنائي الغابه برافو 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 رابحين نادو قرطاسي قرطاسي اش كنتيري ما على باليش باللي غيتقاد قرطاسي وي 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 جوج جوج سهله والله ورشا الراجل والله الا كنت كتمشي لي ديسك جوج جوج انت باقي كلمه واحده حاسم انت شكون بلاتي حاسم انتوما تعطوهم كلمه وما يعطوكم كلمه جوج لجوج الدوخه لقاوش حاجه فيها الدوخه دوسه انا دايخ انا دايخ دوخه دايخ دوخه دايخ انا دايخ انا دايخ انا دايخ انا دايخ واه 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 ولكن عطاهم فرصه عطاهم فرصه الا زقلوها ما بقانيش نربح عطاهم الكلمه هذا بالكلمه ثلاثة لجوج الا زقلتوها ربحوكم الراجل هو الكلمه عطي الكلمه نبي هيك يلا تقعد شنو هي؟ مشى لك الهلا في الخميس هدف ذهب يا مريم ربحنا هيك ما تقاوش والله انت غتلقى عند هيفا ولا اليسا ولا شي حاجه باينه فين الشالك ماشي هيك هيك هيات هيك هيك
هيك هيك هيك الهيش شدي مشكل هيك لا ماشي بوسي الواو هيك هيك عند كارول سمعها في شي جملة سرا قلب على كينا هذه ماشي شوفتك هذه ماشي هيك الواو بوسي هيك الواو هيك الواو هيك اشبوح دو غادي صايق توخى شوف صافي توخى يبقى هيك ما راه هي 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 كاين هو قال شنو هي هيك اشبوح دو غادي صايق غادي غادي تخرج تراك جير تراك جير بح شنو هي قوله بدات نفكر انا لا ما عرفتش قصدك النقطه لا لا النقطه عرفتي باش نجيب لك الدوخه هذه باش تقولي كتقول لي هيك هيك عيونك هاي باش انا لا عمرك هيك عيونك لا في هيك شي حاجه بحال هكا ها طلع في هيك هذه مش عليه مسوبه ما عرفش طلع بداك مسوبه شوف مريم غنيها باش نتاكدوا طلع في هيك هذه مش عينيك واش واش كاين فهمنا الفشل ديال مريم الصحي فهمنا على السر على من لبنان برافو اوكي تشالنج عاوتاني كيف ديما كتربحوا مريم والفريق الفاشل ديالها ماشي مشكل ماشي مشكل غنشدوا الصون بالتراكات اللي كيخلقوا البلبالة وواحد من عندكم وواحد من عند التيم بلا ما تعطينا هاد هيك الله يرحمك انا نهيك كيما احنا دابا كيتصنتوا لنا في الراديو خصنا نخلقوا لهم بالبالة فهمتي نوضوا لهم النشاط شخدوها راب شخدوها يلا عطينا الدوديه الدراري انايا سنور تاوكلي سنور تاوكلي مزيان سنور تاوكلي نادي I got my peaches in the Georgia انا نايت او كان جدو فيهم الصون انا فاهم والله غالب ما عرفت مين كتنزل علينا هاي التلقيح التلقيح على ام اف ام ومازالين شادين سون على اذاعه ام اف ام مع 21 طوش ومعنا ال طورو شادين سون تشالنج الاخر سون باللفت تشالنج كنسولوك اسئله الا جاوبتي عليهم كتختار اللي بغيتي يشرب اللفت لا ما جاوبتيش كتشرب انت اللفت ولا صاحبك ولا احمد ال طورو يشرب اخوت سي باش كنعيش تبان لك احمد زعما الضحيه اللي قبل صاحبك هاني هاني او فهمتي غادي الرد غادي الصح عندك بعدا معلف شويه عندكم معلف سول ولا شرب انا خارج اخر مره كليتي اللفت واه ناكلش خضره بزاف كاع صح بطاطا 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 والحلوه حلوه دارو الله باتيسر عنده كيخ اين حلوه كتعجبك اي حلوه ديال الكوك البيضاء ولا حلوه الحمراء ورا كاع الحلاوه حمراين زعما كاين هذيك كاين فيش كاين كاين هذيك ديال التمر زرقاء هو ديك التمر واخا تبقى تحك فيها صاحبي يلا يلا الدراري يلا 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 خلونا في اللفت خلونا في اللفت واللفت سهل اوكي نبداو معاك اخويا السهل خويا 21 خويا داك الماتش التاريخي ديال الرجاء مع الريال في 2000 في لاكوب دي موند قول لي شكون اللي ماركا جوج ديال الاهداف ديال الرجاء 2000 داك الماتش مقايد ما وغا يقول لنا شربوا اللفت بلا ما تعطينا يقول اش يجبو ماركا وجو شي قديم واحد ماركا هذيك اللي جبتي لنا قبيله سمايكا اييه شكون هو السوداء مستودع زين والثاني ما فكر غايش بدي كان مساعد مدرب نعطيها هو يعطيك اختيار يعطيك اختيار سهلة واش كان مالون حميد فخ مالون واش كان حميد ناطير واش كان أشامي واش قرقوري تخليني نجاوب قرقوري لا تشاوروا تشاوروا تشافقوا ولكن انت واش عندك مع الكورة لا واك مش حتش لا تشرب جبتي قرقوري لا أشامي 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 أشامي
اوكي نعطوه نعطوه اللفت واخا تقدم خذ اللفت الزفت شوف هو كيشرب انت كتقول ليه خوتي خوتي شربوا ها هو كيشرب انتما خوت ياك اش كتشربوا اللفت لا رجبت ليه لا رجبت ليه برافو 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 اوكي زكريا خويا 21 سير البولفار كاش عارفو شكون اللي دا البولفار 2002 وجوج كاع وجوج حتى يلم حتى ما خوت حتى ما خوت شنو هو ما باغيش يجاوب دوز مشكل اسير الله تشرب الله تدار صعبه بسم الله واللقطة الشهيرة بالطبيعة لا خوتي البولفار اخويا دا في 2002 الجروب ديال في كي اس اللي كان فيه الماستر اوكي شكون اللي خدا احسن راب البوم 2021 في الجائزة ديال جرامي وورد ترافيس كوت زيد ليل واين زيد ناس تفكر مزيان وبشوية عليك وتبات واش ترافيس كوت ولا ليل واين ولا ناس ناس برافو ولا جوك صافي لا حلاش هو انت راه مع صاحبك فهمتي اول مره نعرف الباك باقي مازالاش باقي داير النقله شكون كتختاروا شكون كتختاروا يشرب اللفت وجه اللفت اسمحوا لي اخوتي راه خويا لا قدام واش عرفتي راسك تشوف وجه اللفت شيرتي ليا شيرتي فيا اشرب دابا اشرب انت شيرتي ليا فهمتيني انا ويلي ويلي الدراري ديال الالفات ويلي اشرب اخوتي اخوتي اوكي انت حنا نبداو نعطيو النقله عرفتي كد صراحة عندنا حنا كاس فيه الصوت اوكي الكاس الاخر خاصكم تربعوا من واحد تشالنج ساهل 45 ثانية غتختاروا حرف من الالف ليا شي حرف دوك شوف سين 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 ساهل السين ياك سين سين غنقول الثا يلا سير 3 2 1 طوب كرون خويا فين تعلمتي بعد هادشي ديال البيت وفين في لوزيك في الدار في الدار هنا نيش عندكم ولا لا فيث فاس 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 لا ايش تابعت من جهة بدل سين بشين بس فاس فاس انت فاسي فاسي واش واش الاصل اصلك اصلي فاسي اصلي 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 اوكي شنو اللي زوين انستغرام ولا فيسبوك فيسبوك انستغرام 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 ما جاتش ما كنت ما بحال سينيت اوكي نسولك واحد السؤال حقيقي فين كتحس براسك في كازا ولا فاس فاس وكازا تا كازا شنو اللي زوين في كازا وشنو اللي زوين في فاس كنسي برافو برافو اخويا خرجوا راسو شغندير برافو طلعتو من الاقليم ناطق ناطق شكون يشربوا اللفت صعب عليك هي مولا تلاقيها ما فرحناش بهم حيد الكاسك باش خرجي راح انت معلقه مزيان مزيان المناعه مزيان انك تقوي المناعه انت يلاه دايره اللقاح في الغابه زيدي بس لك في الغابة شي حلوفة سيمبا سيمبا بصراحة أخوي بصراحة عشان برافو برافو كنضرب عليكم كل ما تضحكون برافو برافو حيت ليمون كاسة ديال الحلقة ديال اليوم كاسة الحلقة واعرة معاكم والله شكرا بزاف خويا أسامة شكرا أحمد 21 فطاش الطروف كلمة الجمهور ديالك اللي كيسمعك دابا على إذاعة أم أف أم واللي كيتفرجوا فيك في قناة غاديو السول تنبغي نشكر عرفتي كيعرف فين كلاشي ما كيعرفش يشكر دابا تكون قلتي لي شي معيور الناس اللي ما كيحملوكش تكون بدا يشلخ فيهم بسم الله الرحمن الرحيم تنبغي نقول كاع الدراري اللي تيسيبورتي و 2011 يتوب يتوب من القلب وتسناو بلانا تجيين بجد شي حاجه مغيزة 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 شوف دوا زوين عطيه عين شويه باش باش او تنبغي نقول ديديكاس ديديكاس لولاد الدرب شكون شكارتي شكون الكارتي ترى غيسمع سميتو في الراديو عطيه الراديو عرفتي واحد عزيز عليه الراديو عبد الرحمن العرجون
موش على الراس ياك دار الوليدة شي تحية دار الوليدة خوادري خوادري يا مهم أي واحد تعرفني أنت شارك عارف برافو برافو توين ايوان طاش أحمد الطورو تي كريمة تحية الخوتي شكرا على الاستقبال مرحبا مهم تنو برودات جايين ناضين بزاف ترا كتوارين كنبغي الوليد الوليد نبدا برافو 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 نبيل شكرا الله يحفظك اخويا هشام بلاش كيفاش الله يحفظك اخويا هشام سمح لي واحد دقيقه باغي نتاكدوا من واحد المعلومه بغيتش كديرها شي تيست باش تعرف هذا واش فاسي ولا لا يلا سير دير لي تيست البراء واش مؤشر ولا لا بلاش شنو هو الحوف ماشي الحب الحوف الحوف واش الحاف الحوف انا لقيت في الحاف زلق فادي هذا زلق فادي زيد عاود زيد هذيك شي حاجه اخرى شي قنتي سركلو فاس بزبوز قلنا بزبوز والروبيني سالي الحلقة بزبوز ندوز البزبوز والروبيني عندنا تقريبا كاع مصطلحات عندنا تيتشابهوا غير كاين شي حوايج شي قنت فاس ما خابية لا شي قولي القنتني شناهي القنت نجاري لا ما انا ما كنمشيش تما دابا هذا باب بوجلود باب بوجلود لا ما كنمشيش تما كاين شي خليوك شويه انا حدا لاكار شي حاجه حدا لاكار ماشي في القديم هذا ماشي في هذا ماشي في هذا شكرا وبن شقرون زعما شقرون لا ماشي في هذا العطاره شكرا نبيل الله يحفظك اخويا شكرا شكرا لك انا قلت لا حفظك جات معايا لا والله يحفظك خويا هشام شكرا مريم شكرا هشام وعلى سلامتك فين كيقولوا شكرا عافاك الدرب اللي كيقولوا فيه شكرا ماشي الله يحفظك ما قالتش من الله يحفظك بحالنا بغينا نعرفوا فين كتقال هذا الشكر الله يحفظك يا هشام شكرا لا 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 تحية لك مريم وعلى سلامتك شكرا لكاع الناس اللي كيسولوا فيا على قبل التلقيح ام اوكي ام فاين جايز والله هي كبيره ولنا الحمد لله لا لقحات حيت غير يلاه هبطوا 40 عام داك الشيء دابا الشباب في القلب 41 عام راه كيوالو الدراري ما تيقوش هذا الشيء اللي كيقول نبيل وزكريا ما تيقوش فهمتي كيما زكا كيما نبيل ما تزوجش وزكريا ما تشدش في الحبل لا انا تزوج وهي عندها 40 عام وانا تشديت وهي عندها 41 عام الله غالب كنشكر بزاف اللي كيف تكنيك ديال هذه الحلقه شكرا بزاف زكريا مدني شكرا سعيد ابو عادي شكرا حموده داريس طارق نفاتي انا ساقدي وكنشكر اي واحد كيساهم في النجاح ديال برنامج السون على اذاعه ام اف ام وكل جمعه بقاو شادين معانا السون على ام اف ام